اهلا بكل متابعي اليوم السابع في كل مكان في لايف جديد. بسبب ايه؟ بسبب انه مرضيتش تديله فلوس عشان يجيب مخدرات. حضراتكم متخيلين ان زوج وعايش واسرة كاملة بتتهد عشان مخدرات؟ الزوج، خليني اقول لحضراتكم القصة كاملة، الزوج بيشتغل بائع في العتبة، بقى متجول في سوق العتبة كلنا عارفينه طبعا. رجع او هو يعني عنده سوابق كتير في قضايا المخدرات. رجع البيت امبارح طلب من مراته ان هي تجيب له فلوس. طب ليه عايز الفلوس؟ عايز تطلع حاجة؟ عايز تجيب حاجة للبيت؟ لا، قال لها انا عايز اجيب فلوس، عايز اشتري مخدرات. طبعا الزوجة بتشتغل وبتصرف على البيت من جهدها ومن عرقها، وده طبعا نتيجة ان الزوج فلوسه كلها ضايعة على المخدرات. الزوجة رفضت ان هي تديله الفلوس عشان يجيب بيها المخدرات، لكن الزوج قابل ده بأبشع جريمة ممكن حد يشوفها او ممكن يتوقعها. الزوج قتل مراته، ضربها بالسلاح الابيض. مش بس كده، ما سابهاش حتى بعد ما ماتت، لا ده ولع النار في جسدها، في جسمها. مراته اللي عاشت معاه سنين على الحلوة والمرة، سنين عايشين في مكان واحد وبياكلوا من طبق واحد، عايشين أسرة كاملة، بتنتهي بشكل مؤسف وبشكل مؤلم جدا جدا. خليني اقول لحضراتكم ان بداية الواقعة كانت ان اسم دار السلام جاله بلاغ ان في واحدة او سيدة او ربة منزل مصابة بطعنات وبحروق. طبعا الاسم لما راح لمكان الواقعة شاف الزوجة في حالة مزرية، مصابة بحروق، حروق كبيرة جدا، وكمان فيها جرح في الرقبة اليمنى والجهة اليسرى، وحروق من الدرجة الثالثة أسفل البطن. طبعا المباحث أو قوات الأمن حاولت تعرف إيه سبب الموضوع ده، ليه الجريمة دي حصلت أو مين عملها. طبعا بالتحريات وكشف كاميرات المراقبة وبسؤال الجيران والأهالي اكتشفوا أن اللي عمل الجريمة دي جوزها، زوجها اللي عاش معاها سنين واللي جمعتهم علاقة حب وكانوا بياكلوا مع بعض، يعني أسرة، زوج وزوجته. لكن الزوج ما كانش في باله أو في دماغه أو في قلبه أي ذرة من الرحمة، وقرر أن يتخلص من مراته. وسبب أن هي بس رفضت أن هي تديله فلوس عشان ما يشتريش بيها مخدرات، عشان كيفه قتل وتخلص من مراته. لا كمان ده مش تخلص منها بس، لا ده ولع النار في جسدها طريقة بشعة، وفر جري، ساب البيت ومشي عشان ينهي حياتها بالوفاة وينهي حياته بالسجن. طبعا قوات الأمن لما استقرت على ان الزوج هو اللي عمل الجريمة البشعة دي، في خلال ساعات كان تم القبض على المتهم، وطبعا بمواجهته بالجريمة اعترف ان هو فعلا اللي ارتكب الجريمة دي، وانه ما كانش في وعيه، وانه حاول ان هو يقول لها ياخد منها او حاول منه ياخد منها الفلوس بالعافية، لكن هي رفضت وتمسكت، ما كانتش عايز تدي الفلوس عشان يجيب بيها المخدرات. طبعا كان في وضع مزري، فقرر ان هو يتخلص منها للأبد وياخد فلوسها عشان يشتري بيها المواد المخدرة. تخلص منها فعلا وجاب المخدرات وشربها، لكنه تخلص منها في الدنيا لكن مش هيتخلص من ذنبها أبدا. هو في الحقيقة تخلص من نفسه، تخلص من نفسه بالسجن اللي عمره غالبا طبقا للقانون، تلك الجرائم يعني بتصل عقوباتها للإعدام، الإعدام شنقا. فهو غالبا تخلص من نفسه قبل ما يتخلص من مراته ومن بيته ومن أسرته. أسرة جديدة بتهدم أو بيتم نسفها من الوجود، الزوجة بيتم قتلها بطريقة بشعة. من مين؟ من زوج، من الأب،
من اللي اكتر واحد ممكن الزوجة تلجأ له عشان تحس بالامان، هو اللي بيقتل، هو اللي بيحسسها بالغدر، هو اللي غدر بيها بشكل مؤسف وبشكل حزين جدا. خليني اقول لحضراتكم تاني القضية. الزوج شغال بائع متجول في سوق العتبة، رجع لبيته. هو خليني اقول لحضراتكم ان السلوك اصلا مسجل في ثلاث قضايا مخدرات، يعني هو مسجل اصلا في قضايا المخدرات لكنه متعود، يعني عايز اقول لحضراتكم متعود ان هو يشرب مخدرات ومتعود على قضايا المخدرات. لكنه رجع في البيت في اليوم ده وكانش معاه فلوس عشان يشتري كيفه، وكانش معاه فلوس عشان يشتري المخدرات بتاعته. فمراته اللي شغاله وبتصرف على البيت طلب منها انه ياخد فلوسها وياخد فلوس البيت عشان يشتري بيها كيفه وعشان يشتري بيها المواد المخدره. الزوجه رفضت، ما رضيتش تديله فلوسها، تعبها واللي جايبها من عرق جبينها، فقرر ان هو يتخلص منها بغدر. ضربها بالسكينه في رقبتها لحد ما توفت تماما. لكنه ما اكتفاش بده، ما اكتفاش بس ان هو يقتلها او ياخد فلوسها ويجري يروح بيجيب بها المواد المخدرة، لا ده كمان حرقها، ولع فيها النار وكأنه مش بني آدم، مفيش عقل مفيش قلب. جريمة صعبة، جريمة صعبة جدا بتحصل في منطقة دار السلام. خليني اقول لحضراتكم ان قوات الامن القت القبض على المتهم وقررت احالته للنيابه العامه اللي امرت بحبسه 4 ايام على ذمه التحيات. بالتاكيد هنتابع معاكم كل تفاصيل القضيه وكل قراراتها من النيابه العامه، وطبعا بعد احالته للمحكمه الجنائيه. القانون بينص ان العقوبات في الجرائم دي بالذات، لان ده يعتبر تمثيل بالجثه بعد وفاتها بعد حرقها، العقوبه بتصل في هذه الجرائم للإعدام شنقا. أكيد هنتابع مع حضراتكم تفاصيل القضية بكل مشتملاتها على اليوم السابع. تابعونا وشكرا جدا لحضراتكم.